فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: نحن مجموعة من الشباب اعتدنا أن نذهب للحج بلا تصريح، وفي نيتنا إن منعنا من الدخول رجعنا، وإن أذن لنا دخلنا، فهل فعلنا هذا صحيح؟ الله، هذا مغامرة، هذه مغامرة، وما كلفكم الله بهذه المغامرة. أنت يسر لكم الحج بدون مخالفة للنظام، لا شك إن هذا أتم، طاعة ولي الأمر واجبة، فلا تغامروا مثل هذه المغامرة. نعم، ولا سيما الحج الآن فيه معارك وفيه زحمات وفيه خطر وفيه، فالحمد لله الله وسع علينا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.